فلا أمانة. لا طيب، يعني أعتقد والعالم كله بيواجه هذا الشبح المخيف. ربنا يا رب يحفظ مصر وينجيها ويحفظ شعبها وجيشها وشرطتها وكل أبنائها، لأن اللي حاصل، لا إحنا بندخل في مراحل جادة جدا تستوجب على الجميع التنبه، التيقظ، الحذر، المكوث في البيت. ما أعتقدش إنه في علاج أفضل، على الأقل احترازي، إن الناس تفضل في البيت يا باشمهندس، منعا لكل أسباب الاختلاط وانتشار الفيروس. احنا بنتكلم على الامن والامان. لطالما ايضا تصورنا الامن مسؤوليه الدوله. مسؤوليه المسؤولين. ونتحدث احنا مش حاسين بالامن، احنا مش حاسين بالامان، فين الدوله اللي توفر لنا هذا النهارده الدوله؟ انت عارف انك انت في الظروف الطبيعيه يبقى مسؤوليه الامن والامان 70% على الدوله، 30% على المواطن في تقدير، يعني أي. نسب مش ملزمه. كل اللي بقوله يا جماعه ده تقديرات تخصني. عشان اللي عايز يختلف يختلف، يعني بالظبط انا مش بقول يعني احكام مطلقه. الوضع اللي احنا فيه الدوله عملت اللي عليها، اصبح المسؤوليه 70% على الشعب. ولا يريد ان يفي بالتزاماته. ازاي انت عايز تقاوم شيء واحنا بشر مع بشر، في الحروب، في المظاهرات، في الاختلاف العقائدي، في الايديولوجي، بشر مع بشر. ايوه. مسألة مقدور عليها مهما بلغت قسوتها. ايوه. لكن هذا الفيروس المتنامي الصغر، المتناهي الصغر، الذي لا يكاد يرى بكل الوسائل التقنيات الميكروسكوبية والتلسكوبية و ينتصر على البشر. قعدنا في بيوتنا يقول لنا بخ، عارفين نكلمه ولا عارفين امتى؟ هو بمزاجه، يبلغ الزور وينحاسر، يبلغ الزور وينحاسر. بناخد بالاسباب، لكن لما يبقى يعني الجيش في الشارع بيطهر الشوارع، احنا مش عايزين نقعد في البيوت. طب ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا نعرف مصلحتنا ازاي وامتى؟ الناس طالبه مننا طلب بسيط جدا، اقعد في بيتك. وعلى فكره هو يقدر يفرض الاحكام بس بتكلفه عاليه جدا، طب ما نعملها احنا من نفسنا ونوفر التكلفه دي عشان يقدروا يخصصوها في حمايتنا. هو لازم كل شيء يجي بالاجبار. اين الادراك واين الالتزام واين المسؤوليه؟ كل نجاح استاذ ابراهيم مبني على كلمه الالتزام. الالتزام الالتزام طبعا. انك انت لما تتفق على شيء تلتزم به، طالما ان اتقال وتيقن العالم، مش احنا اللي بنقول اقعد في بيتك يا اخي، اقعد في بيتك. انت تشوف الشرطه دلوقتي وهي الضباط والمسؤولين في الشوارع بيمشوا الناس والتانيين يهزروا يخشوا مننا، وفي قهوه قافله على الزباين. طب انا عايز القهوه اللي قافله على الزباين دي جوه يقفلوا عليهم من بره، يسيبوهم يومين. سيبوهم يومين، خليكم جوه بقى. ايه ده؟ فين احساسنا بالمسؤوليه تجاه نفسنا وتجاه اولادنا؟ هو انت بتمن على حد بانك انت يا اخي اقعد في بيتك عشان حتى تدرك ان في خطوره؟ ايوه. انت بدل مش مدرك الخطر هتقاومه ازاي؟ بالظبط. فيعني من فضلكم اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت عشانكم مش عشان حد تاني. عشان كده كان قرار